صرفتونا ونورتونا في مهرجان كليجة، معمول كليجة وقهوة ويا مرحبا ترحيبة ما لا حدود، ترحيبة يفخر بها الضيف والجار. أكليجة أرثته من أمي وخالتي الله يرحمهم، من شغلهم الأولين وشغل الطيبين وأخذته منهم. أكليجة صحي ما يجيب السكر ولا الضغط، شف لذيذ وطري وشفها الدبس، هذا الدبس. أول شف أقطعه، شفت كذا أقطع العجينة، ها أقطع العجينة ثم أنا أقول بتداتها وحشية. هذه الحشو تكون من السكر ومع درسين مع هيل مع زنجبيل مع قرفة، كلهن ذولي مع شوي يعني أحط الدبس على طول يطلع، لازم أحط شوي سكر معه بس ما كثر الدبس أكثر. ثم نطبعه بالمطبعة هذه، اي تو طالع هذا خلاص خلص، هذا جاهز الاكل. الفرن له 10 سنوات شريته، انا قلت لك بشتاه واللي ما شاء الله ما بالحيل وفاكهه تشتاه، وبالقيض لا والله ما يطلب كثير يعني بالصيف. يعني ماذا اكليجه يجي يذوقه ترى خسران، اكليجه زين بالمره، لذيذ وحلو وزين وخفيف زي البسكوت.